السلام عليكم إخواني أخواتي الأعزاء، مرحبا بكم في فيديو جديد في يوميات سلوى. كما تتعرفوا احنا كنا دابا في الحجر الصحي، ما كاين ما يدار. المهم فكرت قلت نقدم معكم واحد الشهيوة لذيذة، غراتان ديال البطاطا بالطون بالزيتون. تنحتاج لها نصف كيلو ديال البطاطا، غنشدها وغادي نسلقها، من بعد ما ننقيها في شويه ديال الملحه، من بعد ما تسلقات لي البطاطا في الملحه شويه ديال الملحه، تنقوم بالمعس ديالها بهذا الشكل هذا، وهي سخونة كاملة. الحشوة ديال الكراتان غنحتاجو جوج بصلات مشلضات بقطع صغيرة كما تتشوفو، جوج مطيشات كبار مقطعين قطع صغيرة، وجوج فلفلات قطعتهم تاهما قطع صغيره كما تتشوفوا، وزدت عليهم واحد الفليفله صغيره حاره لان الحار تعطي واحد المذاق رائع. وغنحتاجوا لواحد حك او علبه ديال الطون، واحد شويه ديال الزيتون الاخضر، قزبر ومعدنوس، الفرماج مفروم محكوك للتزيين طبعا، وعندنا هنا الملحه، الكمون، الملحه معلقه صغيره، الكمون معلقه صغيره، الابزار معلقه صغيره، التحميره معلقه صغيره، والقزبر مطحون معلقه صغيره، والزيت البلدية زيت العود والزعتر كمون السن. هانتوما غتبعوا معايا الخطوات. ناخد واحد الكاسرونة، هنخليو الطون التالي ومعاه الفرماج والزيتون والقزبر طبعا. في الكاسرونة غنديرو الزيت، القياس اللي غيقدني باش نشحر فيها البصلة، مع الفلفلة، وغنديروا معاهم هاد العطريه اللي عندي هنا مع الملحه كامله. وغنديرهم فوق البوطه، من غتبدا تشحر ليا غنزيد عليهم طماطم مطيشه. هانتوما كما تشوفوا هنايا، ها هي البصله والفلفله ومطيشه مع العطريه تشحروا. دابا غنضيف لهم الزيتون، والطن، هاد الاكله هادي راه تجي واعره بنينه بزاف. وتنخلطو بهاد الشكل هذا، نخلطوهم. كاين اللي تيدير فيها مطيشة الحك، انا ما متوفرش عندي الان، واللي بغات يديرها راه تتعطي غير اللون.
البطاطا ديالي كما تتشوفوا درتها في المول ديال لاطارت او التورطات، وغندير عليها الخليط. كتلاحظوا بان البطاطا راه طلعت الجوانب ديالها بحال الشكل ديال البيتزا، راه كلشي طايب. غنديرها كامله حتى تجي زوينه. من بعد ما تنطلقها بهذا الشكل هذا، تندير ليها صبر ومعدنوس بهذا الشكل. كما تشوفوا انا درت ليها صبر ومعدنوس، دابا غندير ليها الفرماج اللي حكيتو، غنديرو في الاماكن كامله. الفرماج هو اللي تيعطيها هذاك التعليكة. خليو حتى حاجة، ضروري 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 الفرماج تيواتيها مزيان. ودابا غندير شوية ديال الزعتر على الفرماج. انا عندي منقي كنديروها بهذا الشكل، وبقى لينا غير ندخلوها للفرن مده 15 دقيقه حتى نشوفوا الفرماج، لان كلشي طايب فيه تنشوفوا الفرماج. دابا كما تشوفوا انا دخلتها في الفرن لمده ربع ساعه حتى تحمر ليا من الفوق، وغنخرجها درجة الحرارة 180. كما تتشوفوا هذا هو الكراتان ديالنا، خرجتو عاد دابا من الفران باقي سخون، فيه واحد الريحة ما نقول لكمش عليها تتشهي، ديال الزعتر مع ريحة فخوماج كما تتشوفوا، رائع رائع. كنتمنى تجربوه وتذوقوه وتبقاو تستعملوه في المنازل ديالكم بالصحة والراحة. كل من شاهد هذا الفيديو كان ترجاه يدعمني وشكرا. انا دابا غنبدا نقطع فيها تجي رائعة رائعة، انتم كما تشوفوا تنهزو ونحطو في الطبسيل. شكي تجي رائعة، رائعة رائعة.